اهلا بيكم في حلقه جديده من برنامجكم طبخه ونص ورمضان كريم. وهنعمل مع بعض النهارده فخده ضاني مخليه، هنحشيها لحم مفرومه متبله حاجات جميله، وبيض مسلوق نلفها ندهنها بزبده مدعوكه او ممزوجه بالاعشاب، اوكي، ونحطها على ورق الزبده في الصاج، وحواليها شويه جزر، شويه بطاطس، شوية ثوم، وندخلها الفرن. نغطيها بورقة فويل كده من فوق بس علشان الأعشاب ما تتحرقش، أوكي؟ وكل كيلو نعمل حسابنا إن يقعد له حاجة بتاعة نص ساعة في الفرن. بعد ما تطلع نسيبها تستريح، وبعد ما تستريح بنص ساعة أبتدي أقطع فيها، أوكي؟ وبعدين هنشوف إيه اللي اتبقى منها، وهنعملها معاها في فطيرة، فطيرة ملفي، فطيرة فيتاج، وهنحط معاها بسلة، وهنحط معاها رز، هنحط معاها رز. هنشوف هنعمل الكلام ده كله ازاي مع بعض بعد الفاصل. ابقوا معنا. اهلا بيكم بعد الفاصل، ان شاء الله يا رب تكونوا هتتابعونا. هنبتدي الاول ايه، نتبل اللحمه، هنحط لها شويه ملح خشن جميل، وده هيبقى تتبيله يعني جميله جدا مع الحلو كله. وهنحط لها فلفل برده خشن، اوكي، وهنحط لها جوز الطيب شويه حلوين، يعني بلحايه كده كامله، وشويه كزبره خضراء، اوكي، ونبتدي ايه ندعك الكلام ده مع بعضه. طبعا ريحة الكزبرة مع الحدوتة دي بتعمل شغل جامد جدا. مهم طبعا ان انا ايه يعني اهتم شوية بخلط اللحمة كويس مع الكزبرة والتوابل كده اهو، اوكي. وبعدين بحضر هنا كده الصاج بتاعي، بحط معاه بطاطس، استنى بقى من ايه، ومش متضايق من البطاطس حواليا. هنحط شويه من ده هنا، اللي هو بصل مدعوك بالسماء والملح والفلفل، وبنسيبه يعني 10 دقايق اما خلص شغلنا يكون هو بقى ايه 10 على 10، تمام. ونحط بقى هنا برضو اوكي، بسم الله الرحمن الرحيم. وبعدين هناخد الكلام ده
ونحطه في اللحمه كده اهو. ونحط البيض اوكي، وبعدين نشيل بقى نقفل كده اهو كده اهو. عشان لما نعمل كده تلف معانا. اوكي كده اهو، لفينا كده مع بعض. جميل قوي. اوكي، وبعدين نجيب دوباره بقى وايه نربطها. طبعا عايزين الأول نعمل كده. ناخد كده. اوكي. هكذا. بعدين نعمل كده. نشد عليها شوية. نقفل كويس. كده اهو خلاص حطيناها هنا. تمام. هنجيب بقى ايه؟ بولة أكبر سن. صغير ولا اي بوله بقى، اي بوله. طيب حط فيها شويه زبده كده مثلا، وهنا هنحط جزر وثوم. اوكي زبده، بابريكا، جنزبيل، بردقوش، روزماري، زعتر، وشويه نعناع. ناخد بقى شويه نعناع كده ايه، مفري 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 مفري. كده اهو اوكي، ونبتدي نهرس الكلام ده مع بعض مع شويه ملح خشن لطيف وشويه فلفل ونهرس. طبعا لازم نكون عاملين حسابنا انه الزبده تكون طريه مش سايحه مسيحينها على النار، لكن في درجه حراره غرفه طريه. اوكي، ولو في الشتاء بنعمل حسابنا انها تبقى ايه جنب الفرن، يعني محطوطه كده ايه جنب واحنا بنشتغل جنب الفرن ولا حاجه علشان تبقى طريه.
هو ده. جميل. اوكي. هناخد ده كده اهو وندعكه هنا. طبعا الكلام ده هيسيح في الفرن تماما. هيطريها طبعا وهنكهها ومش محتاجين ان احنا نغازها ونحط فيها توم والكلام ده كله. مش محتاجين نعمل كده. كمان مش محتاجين ان احنا ندهنها كلها لان هي هتسيح كده ولا كده وتنزل على الجناب. تمام؟ تمام. حلو كده. شيل ده بقى. فرننا 210 في الحدود دي يعني. اوكي. هطلع بقى حتة فويل. مش هغطيها بالفويل. انا ايه? زي ما تقولوا كده ايه? يعني هحميها. وهحميها يبقى اللي بيلمع فوق. كده اهو. وادخلها الفرن. بسم الله الرحمن الرحيم. كده 100 100 ان شاء الله. هنطلع مع بعض فاصل ونرجع تاني نشوف هنكمل بيه شغلنا ازاي. ابقوا معانا. اهلا بيكم بعد الفاصل. يلا بقى نعمل ايه اللي قلنا عليه. الفيتاج اللي محشي ببواقي الروستو والبسلة والرز البسمتي مسلوق عادي جدا وشوية كريمة. تمام. يبقى اول حاجة هنعملها ان احنا نخلط الكلام ده مع بعض. نحط الرز. شوية رز كده مش بطالين يعني. اوكي. والبادلاء. نشوف برضو الدنيا ايه. واللحمة. اوكي. ونخلط الكلام ده مع بعضه. اوكي. نحط له كريمة. لباني طبعا وما تكونش حامضه. معقول معقول. طيب خلاص خلطتنا خلصت. خليها على جنب بقى كده وناخد الفيتاج دي بقى. عايز ايه افردها وما افردهاش ايه قوي قوي يعني نص سنتي كده سنتي يعني 6 مللي حاجه كده. اوكي. شويه دقيق. كده. اوكي. وابتدي احشي.
نشوف. هنعمل كده ونعمل كده ونيجي هنا ونعمل كده. شوكا وسكينة. نعمل كده. وكده. وبعدين خلاص بقى نشيل دي. وبعدين ناخد بقى صاج فرن اوكي، ونطلع اللي في الفرن ده اساسا. هنسيبها تستريح شويه قبل ما اقطع، قبل ما اعمل حاجه اسيبها تستريح شويه. نص شويه قد ايه في حاجه زي كده كبيره؟ عايز لها نص ساعه راحه. اوكي ورق زبده هكذا، وبعدين ناخد دي وبعدين ادهنها بشويه اصفر بيض معمول، يعني مدهون معمول باللبن كده، مخلوط باللبن وايه، وندهنها. مش اصفر بيض، ساده. اوكي بعد ما بعمل كده اشرحها شويه. اديها كام تشريحه كده في الوش. بسم الله الرحمن الرحيم. وادخلها الفرن. اول ما تحمر طبعا هتعلق وتحمر، خلاص يبقى تطلع لان كل حاجة فيها مستوية. اوكي يعني قدامنا بالكتير مثلا لايك ربع ساعة بالكتير. اوكي هوريكم بقى ايه النسخة اللي عاملينها شكلها عامل ازاي. كده اللحمه زي ما حضراتكم شايفين لما تتقطع يبقى شكلها بالمنظر ده. اوكي ونقدمها في سيرفيس ممكن، على خشب ممكن، كل ده ممكن.
والخضار اللي محطوط معاها مش هيتقدم معاها، ده بس عشان الطعم مش هيتقدم معاها، اوكي؟ وهنا الفطيره بتاعتنا شكلها بالمنظر ده، يعني لو قطعناها هتبقى كده. وتقدم برضو بهذا الشكل. ونقول لكم بألف هنا وشفا، وإن شاء الله أشوفكم في حلقة جديدة من برنامجكم طبخة ونص. رمضان كريم، ابقوا معنا.